50 languages. 59. تسعة وخمسون. at the post office. في مكتب البريد. في مكتب البريد. Where is the nearest post office? أين يوجد؟ أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Is the post office far from here? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Where is the nearest mailbox? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ I need a couple of stamps. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. For a card and a letter. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. How much is the postage to America? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ How heavy is the package? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Can I send it by airmail? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ How long will it take to get there؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Where can I make a call؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Where is the nearest telephone booth? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Do you have calling cards? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Do you have a telephone directory? هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Do you know the area code for Austria? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ One moment, I'll look it up. لحظه سابحث عنه. لحظه سابحث عنه The line is always busy الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار Which number did you dial اي رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به You have to dial a zero first ينبغي أولا أن تضغط الصفر يجب أولا أن تضغط الصفر